هلو يا حلوين، كيفكم؟ ان شاء الله بخير. ان شاء الله كيش تعمل حبايبي كرام. رجعت لكم مقطع جديد يا احلى ناس. مثل ما انتم شايفين شباب، من شويه فقط يعني ولا مصحصح كثير، بس ولكن لما فقت شباب تفاجات بهذا الحدث الموجود شباب. عربه التخفيضات تفكموش يعني هالمره اول حدث بينزل تخفيضات عندنا بالسيرفر مين يا حبايبنا الكرام، مش مثل السيرفر اللي نزلت لكم فيديو من على السحور. اوكي يا ساتر، مثل ما انتم شايفين شباب ويعني تفاجات بهذا الامر، فقط راح يكون في متجر بس يعني شيء غريب كثير ما يفهم شيء. هيك شباب راح ندخل على عربة التخفيضات اوكي ونشوف شرط. اوكي شو بوت شو هذا؟ شو التخفيض البيض شباب؟ متجر تخفيض، شو التخفيض البيض شباب؟ شو اوكي هون عنا. اوكي هون شباب شي اللي فهمته، مرحبا بك، شو عم بيقول هذا؟ مرحبا بكم في متجر امين عناصر، في هذا المتجر اوكي في فاير باس، بس ولكن اعتقد انا بما انه عندي الفاير باس ما راح يظهر. اوكي طبعا هون. اوكي شات الجيل لحد 120 42 اوكي لحد انا فهمان كل شيء. اوكي هاي لون عندنا السكين. اوكي طبعا شباب يعني شيء اللي فهمته في متجر التخفيضات انه في ثلاث متاجر متجر واحد. اوكي يا صديقي، خلينا قبل ما نبلش كل شيء لا تخلونا نحط لايكات، تنسونا باللايكات وشيرات البرتاجات شباب، وراح يكون في مسابقه على هذا الحدث. جهزوا حالكم شباب، تابعونا على انستغرام تشوفوا التفاصيل. اوكي يا اساطير خلينا ندخل نشوف شباب. طبعا الشيء اوكي هي شو هي غير مؤهل. شباب ركزوا معي حبايبي، هون عندنا قنبله شباب من المتجر 20 جوهر احسن على قسيمه واحده. اوكي يعني رح نحصل على شيء تخفيض او شيء، يعني لازم نشتري شيء 20 جوهره لنحصل. طبعا هون شباب يعني صراحه يعني راح اخذ الاشياء اللي يلزموني اوكي اللي هم راح نجيب ال 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 شو هون بيلزمني شباب. طبعا راح نجيب هذا، مش هذا الصندوق، نجيب هذا تاكيد اوكي طبعا شباب على اليمين شايفين، ما بعرف اذا شايفين على اليمين طلع الشيء جنب هالسمكه، قم بشراء اول ما مكتوب قم بشراء. طبعا هون لازم تضغطوا هون هون يا شباب، مثل ما شفتوا شباب اعطوني تخفيض اكثر، يعني انتبهوا حبايبي كرام الله يخليكم، انتبهوا لا تشتروا اقل شيء، اقل عنصر اوكي، بطلوا تشتروا شيء اقل شيء موجود هون عندكم، اقل شيء يعني بنسبه 20% تمام. طبعا انا شباب عندي تخفيض البيض اوكي بتعرفوا هذا الشيء، لقد حصلت على القسيم الان شباب، بنعمل تاكيد الان شباب. شوفوا عندي صار كل شيء فيه تخفيضات، بس ولكن الصراحه حبايبي يعني ما بعرف شو بدي اقول لكم. راح اشتري يعني بس الاشياء اللي بيلزموني ان هم هي القسيمه الحاضنه 10. طبعا بالعاده يا حبايبي بيعملوها كانت 20 وهذا، ما بعرف ليش هيك هذه المره يعني شكله تعبان. اوكي اساطير طبعا هاي كمان راح نجيب هاي كمان اوكي، هاي كمان تلزمني. طبعا بالنسبه لتخفيض تغيير اسم اوكي يلا نجيب بطاقه تغيير اسم، وبالنسبه للبقيه شباب ما راح يلزموني الصراحه هذول، لانه عندي الكوبرا وهذول الاسلحه كلها عنديهم من زمان شباب وموجودات عندي اوكي. يلا ننتقل على المتجر الثاني شباب. طبعا هون شايفين شباب لما انتقلنا على المتجر الثاني نزل، وحتى هون التخفيض يعني لازم نشتري شيء ب 40 مره ثانيه. طبعا راح نشتري شيء ب 40 اللي هو يا اخي القرش ما يلزمني، بدنا نشتري هي، خلينا نشتري هي بعيد الرقصه اوكي. اوكي هيك بنضغط هون، هلا هون عجاني تحت جاني تخفيض 80، جبنا التخفيض. اهم شيء عندي شباب راح اجيب السكين اوكي، لانه عندي الرومات كمان مهمات شباب راح نشتريهم. وفي شيء ثاني عندنا هون القسيمة في 20 شهر يعني 20 بادجات، هذا راح نشوفه بعدين. بالنسبه للشيء الثاني شباب ما في شيء صراحه يلزمني، راح نجيب القسيمه اوكي هذا هو، لانه الباقيين كل شيء عندي شباب ما راح يلزمني. انتبهوا كثير شباب، ركزوا معي الله يخليكم. كل متجر اول ما تشتروا ركزوا معي منيح، هون بس رحت على المتجر التخفيض الثاني اوكي. نشوف شو اقل شيء نشتري. طب هون يا شباب راح اشتري يعني خلينا نجيب الرقصة هاي، لا تأكد شيء ثاني، لأنه في الصراحة أنت شباب عندي كل شيء يعني الصراحة يعني ما في شيء زمني يعني غير السكين هذا. لهيك شباب راح اشتري والبعد راح نشتري هذا، نشتري هاي ناخذ القسيمة، ناخذ نعملها تأكيد، وهيك صار عندنا السكين صار رخيص جميل جدا.
ونشتري الرومات كمان. لوز لوز برو. اوكي هيك بيكون زبطنا الوضع، هيك بيكون زبطنا الوضع شباب الحلوين. حسنا التخفيضات وجبنا المتجر. اوكي انتبهوا حبايبي، انتبهوا مثل ما قلت لكم، خلونا نتأكد شوف ما يلزمنا شباب. لنشوف لنشوف عدنا شباب، كل شيء موجود خلاص الحمد لله، كل شيء لوز لوز شباب. خلينا نروح نشوف السكنات شباب اللي جبناهم شباب. طبعا شباب انا جربت السكين بس، ولكن يعني ما جربته بسيرفر مينا هيك يا خطير. راح ندخل ناخذ باجاتنا هذول. خربت باجاتي شباب، لا خربت باجاتي شباب، كان عندي 555. يا الله لا يا الله، كنت عم بعمل 555 شباب، شوفوا الصدمة الكبيرة. يا الله اخذت الباجات شباب بالغلط مثل الجحش، حبيت اعمل هون 300. يا الله شباب صدقوني شباب، يعني ما ترى نضطر نجي لهون نرجع لهون. زي مشوار الحظ بتقسم بالله شباب، شو هال من الصبح شباب هيك ابلع. هنجيب الشارات هذولي، مجبورين شباب ناخذ الشارات هذولي موجودات. ما فيش ما في، شو هذا شو هالمتجر التعبان هذا شباب، ما في شارات، ما في غير كم شاره. شو تم الشراء، ما في كمان هون ولا هون معلم. وال اقسم بالله شباب، بيض 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 85. يا الله اوكي شباب رح نشتري هالشارات شباب، نرفع البادجات اكثر واكثر. اوكي اساطير، باقي للفاير باس. اكبر صدمه كبيره صارت معي اليوم شباب، اكبر صدمه كبيره شباب. رح نجيب نخلص المهمات ونحصل على هذول شباب، نحاول ان شاء الله نحاول نلحق نلحق ال 666 شباب. كتبوا بالتعليقات الله يخليكم حبايبي. اوكي يا ساتير، اوكي شباب الحين خلينا ندخل على المخزن. اوكي وين الصندوق؟ اوكي جبت هذول هذول، بعدين راح نفتحهم شباب بشي اليوم. رجع نفتح لكم تفتح باجات شباب، مره فتحتها تفتح باجات على الفيديو بالقناه، روحوا شوفوا حبايبي. طبعا هذا السكين شباب راح نجيبه. اوكي هو الباقي راح ندخل شباب. انا صراحه كنت بسيرفر اوروبي شباب بس، ولكن ما كنت مريح يعني، ما كنت مرتاح بالسكين يعني، وما كنت يعني يعني كيف اقول لكم، كنت حابب اضبط له تظبيطات اسطوريه اكثر واكثر. بس هيك شباب اهم شيء هون عندنا، رح نعمل رح نخلي الجسم. اوكي يا اساطير رح نخلي الجسم ونحط له القبعة، ولا القبعة شيء اسطورية يا اخي. رح نخلي الجسم شباب، رح نحط راس راس الساكورا. اوكي وين راس الساكورا؟ هون. يلا يا شباب نجي لهون. لا وين وات وين راس الساكورا يا اخي؟ يا اخي وين راس الساكورا؟ هو هون هون صح صح. اقسم بالله شباب بعد هذا التحديث شباب خربوا كل شيء شباب. طبعا بالنسبة للبنطال بعرف كثير منكم حواليك يحطوا عليه كل بنطال الجاز الجاز. اوكي يا اساطير رح ندخل من نحط بنطال الجاز. وينو 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 يا زلمة. هذا حلو، وهذا كمان شوفوا هذا وين بنطال الجاز. عارف يا اخي شباب كثير بتحبوا بنطال الجاز، لكن نحط بنطال الجاز ونحط الحذاء اللي بيجي معه اللي هو حذاء فاير باس ثاني. اوكي يا ساتير هذا هو، هيك هو شباب وضعنا لوز اللوز، هذا هو السكين شيء اسطوري. حبايبي الكرام رح ندخل نلعب ندخل شي جيم هيك سولو شباب، نشوف والله دخل بسرعه شيء سريع شباب، تعرفوا يعني مثل كل مره شباب ندخل نشوف نلعب نعمل جيم هيك على رواق صباحي. لوز اللوز والله ما بعرف ليش هيك اشتهيت هيك انه العب جيم ويت سولو هيك شباب. يلا شباب نشوف حظنا، نزلت ميتت ميتت ما متت بنكمل يعني، فهمتوا علي كيف؟ بس يعني حظ انه راح اموت. هلا هلا مبروك حبيبي مبروك، هلا والله. هذول الشباب اللي عم بيعملوا صباح الخير معلم، كيف الاحوال معلم؟ هلا تعال نحمل شوي البوكسات. روح روح ايه تعمانو. هلو شباب كيفكم؟ فاكتوا فايخين مفطرين صايمين شو الوضع معلم؟ هلا هلا نبارك كيفك تمام لوز؟ يلا يلا شباب ندخل نشوف ال ندخل. صراحة حاسس انه ما راح اطول. اوكي بعرف الحظ بيض صباحي هيك بتعرفوا يعني، بتعرفوا شو راح نزل منطقة زرقاء. اوكي بما انه يعني احساسي يقل لي يعني انه راح اموت، ليك نزل منطقة زرقاء. اوكي نلوت اللوت حلو
بما انه يعني مثل ما وانا ما بعرف اذا في ناس ولا لا فوق انت مانا انت والو وال وين الناس يا اخي وين الناس عندي لاك عندي لاك شباب شيء غريب عجيب هاي الفترة الأخيرة شباب عندي لاك يعني الصراحة عندي البينج عم يصل 100 شباب ما بعرف ليش هيك اوكي ليتس جو هاي جبنا الحين اوكي والله شباب الوضع ما بعرف هالفترة ما بعرف شو عم بيصير معي ليش هيك عم يعطيني لاك شباب الظاهر ما راح نقدر نكمل الجيم شباب هات نشوف والله شباب ظاهر شباب راح نعمل رجوع لورا اوكي شباب الحلوين ما نقدر نلعب شباب ما بعرف ليش هيك عندي لاك اوكي حبايبي لاك بيض شوفوا يعني ما بعرف ليش هيك عم بيصير هيك شباب ما بعرف انا عندي يعني بالعاده عندي البين كل شيء شغال وكل شيء النت تمام ليش شباب اذا حدا بيعرف شو هي السبب شباب اكتبوا لنا بالتعليقات الله يخليكم هاي الشغله صارت معي يعني صار لي يومين اوكي حبايبي هاي في واحد هنيك وين الجني؟ وين راح هذا؟ شوفوا عندي عم بطلع البينك 500 شباب وبطلع على 199 شايفين؟ حبايبي الله يخليكم شباب اذا حدا يفهم هذه الامور اكتبوا لنا بالتعليقات الله يخليكم شوفوا شيت ما في حظ يلا نطلع اوكي حبايبي الكرام هي بكون تابع مقطع اليوم يا اعزائي الكرام ان شاء الله استفدتوا بهذا الشيء حبايبي لا تنسونا بزر اللايكات والشيرات والبارتاجات كل الاشياء الحلوه منكم اعزائي الكرام اساتير ركزوا معي بنرجع نروح على المتجر اللي هو متجر عربه التخفيضات اوكي ركزوا منيح شباب لا تقعوا بالفخ الله يخليكم اوكي قبل ما تعملوا اي شيء شباب وين هذا الحدث وين هم عربه التخفيضات تدخلوا لهون بتشتروا شيء صغير بقسمه يعني يعني كيف اقول لكم ركزوا معي شوفوا الفاره شوفوا الفارة شباب الله يخليكم ما رجع تشوفوها هون تشوفوها انت شوف اخيرا شوف حبايبي لا تمام شوي اوكي شباب ركزوا معي اوكي شباب شايفين هون شباب تشتروا شيء صغير اوكي هون بتشتروا شيء صغير اوكي شباب اقل شيء اقل شيء اقل شيء اقل شيء اقل شيء وبتدخل تضغط هون في عندكم شغله تطلع باللون الاحمر تضغطوا عليها اوكي عشان تحصل على اشياء باقل الاسعار شباب وعلى رواق ولوز ولوز حبايبي الكرام اشوفكم على خير ان شاء الله بسطتوا معنا هذا المقطع الاسطوري حبايبنا اشوفكم مقطع جديد سلامات شباب لا تنسوا المسابقه رح نعمل مسابقه باذن الله تعالى اسطوري على هذا المتجر اوكي اشوفكم على خير سلامات